خلينا بقى ناخد كمان شهادة أخرى من كابتن أحمد خليفة المدير الفني لمنتخب السومو. يا كابتن أحمد صباح الخير على حضرتك. كابتن ألو، أحمد صباح الخير يا أيوة كابتن. صباح النور، ازيك يا استاذ نهاوان؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك. ازيك يا استاذ كريم؟ صباح الفل على حضرتك يا كابتن أحمد، منورنا. يعني لو حضرتك بتتابعنا في 10 الصبح في الاهلي هتعرف ان احنا مهتمين بهذه الرياضه بشكل كبير. يعني دي ثالث او رابع مره تقريبا نتكلم عن او نفتح هذا الملف، ومعانا بطل النهارده عبد الرحمن. عايزين ناخد برضو راي حضرتك او شهادتك في عبد الرحمن، هو حاجه جميله جدا ونموذج رائع. وهو كان بيكلمنا كمان في فكره هنا الرعايه، وان هو محتاج برضو يبقى فيه اهتمام شويه ويبقى فيه صرف فلوس. فخلينا نتكلم برضو من الزاويه دي، علشان احنا لو عندنا مشكلة أو في حاجة عايزين مثلا نحسنها برضو نحط إيدينا عليها. اتفضل يا كابتن أحمد. تمام. هو طبعا في أنا بكرر شكري ليكم. احنا ابتدينا الحلقات مع قناة الأهلي، القناة اللي احنا دلوقتي بنعتبرها القناة الأولى الرياضية على مستوى مصر دلوقتي. لما جبتكم اتكلمنا عن السومو النهارده، الحلقات اللي فاتت متابعكم وجبتوا أبطال في رياضات المفروض اللي ما كانش عليها اهتمام خالص، المصارعه سمر، اتكلمتوا في حاجات كتير قوي كويسه بتبينوا حاجات كويسه قوي في البلد. دلوقتي النهارده بتتكلموا مع عبد الرحمن السيفي. لا ده عبد الرحمن ده عايز اقول لك ده التالنت بتاعنا في السومو، ده ما شاء الله عليه. يعني عبد الرحمن من دي 1 اول ما لعب سومو جاب لنا ميداليه ذهب، ودي الميداليه الذهب الوحيده اللي في تاريخنا في السومو. فاحنا معانا لعيب تاريخي اسطوري اسمه عبد الرحمن السيفي. لما نتكلم بقى على مستوى الانجاز، لما صعب جدا في السومو عندنا النقله بتاعت من الناشئين للكبار. عبد الرحمن 2016 كان بيلعب ناشئين، كان اول عالم. 2017 اتنقل لنقله الكبار في ايفنت قوي جدا في الورلد جيمز، جاب خامس. 2018 و19 قدر يجيب ميداليتين برونز. ومش عايز اقول لحضرتك يعني الحاجات اللي بتحسسك ان الولد ده فارق عن الناس دي كلها، احساسه وهو خارج جاب ميداليه برونز وبيعيط وبتلمس بطني وانا اسف ان انا ما جبتش ذهب. الراجل هو دايما بيقاتل على ذهب. يعني انا عايز اقول لك عبد الرحمن فرحته بتتكسر في ماتش السيمي فاينل لما يخسر، لان هو اصلا بالنسبه له ميداليه برونز دي ولا حاجه، هو جاي بالذهب. طب خلينا نتفق على حاجه، الفرق اللي عندنا ده احنا هنوصل نجيب ذهب في بطوله عالم كبار ازاي؟ هو بموضوع السبونسر فعلا. انا شايف بتعملوه انكم دايما بتعملوا علينا فوكس على لعبه زي السومو، وانا حاسس ان احنا قربنا ان احنا نوصل لسبونسر كويس. ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله. الحاجات الجميله بقى كده ان انا فرحان قوي ان انا عبد الرحمن معاكم النهارده. الناس كل الاكل بتاعها عن السومو اللي هو اللعبه بتاعت الناس التخان، انا جايب لكم اهو ايه 85 كيلو بطل العالم. ايوه الكرام دو لا كرام. ايوه ربنا يخليك يا رب. لا احنا سعداء والله بيه يا كابتن احمد، وبنتمنى لكم والله كل التوفيق باذن الله. وعندنا كوادر، ولو حتى بينقصنا حاجات بسيطه انا واثقه ان شاء الله ان احنا هنقدر نوصل برضو. فربنا يوفقكم باذن الله يا كابتن احمد. ربنا يبارك في حضرتك، وبشكر كل اسره الاعداد على المجهود الجبار. حتى يعني انا بتابع فرحان جدا، شايف ورا الكلام الراجل بيتكلم وراه الفيديو بتاع بطولة العالم، فانت واضح المجهود اللي جبار كمان اللي ورا الشاشة. طبعا بشكرك جدا وربنا يبارك فيك يا رب. شكرا ليك يا كابتن، اتفضل مع السلامة.